أسعد بعت لك شوية أوراق حتى تطلع عليهم وتعطي رأيك. مظبوط، أنا كنت مشغول شوي ما قدرت، بس بوعدك إني أطلع عليهم اليوم. دكتورة، نحن وقت العيلة ما منحب حدا يقاطعه، ما منرد أبدا على موبايلاتنا وقت اللي منكون عم نتروق. دكتورة ردي على موبايلك، أكيد في شي ضروري. أنت قلت حياتي، شو بدنا نعمل؟ حياة الدكاترة صعبة بالإذن. أي سعاد، أي طمنيني، شو صار معي؟ بالإذن.